دينا تشارك جمهورها الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، فاجأت الجميع بالشبه الكبير بينهما ووجه لها رسالة خاصة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل احتفال دينا بعيد ميلاد والدتها. شاركت دينا متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام بصور احتفالها بعيد ميلاد والدتها، وكتبت لها رسالة قالت فيها: كل سنة وانت الأعظم في الوجود، كل سنة وانت دايما معانا ونور حياتنا. وكان حفل عائلي بسيط حضره عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين من العائلة. تفاعل متابعي دينا مع الصور وتغزلوا في جمال والدتها، وعلق عدد كبير منهم على الشبه الكبير بينهما، وقال بعضهم: متأكدة إنها والدتك مش أختك الصغيرة، وتمنى آخرون لها حياة هادئة وسعيدة برفقة محبيها. تصدرت دينا ترند مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما نشرت صورة لها بفستان زفاف على إنستغرام، وعلقت على الصورة: ما فيش أحلى من الزواج. تفاعل متابعيها مع الصورة وتساءلوا عن هوية زوجها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتها مثل هايدي كرم ومنى عرفة ورندا البحيري. تردد أن هذه الصورة لا علاقة لها بزواج جديد لدينا، وأنه قد يكون مشهد من مسلسلها الجديد السيدة زينب، لكن دينا لم ترد أن توضح حقيقة ظهورها بفستان الزفاف. واجهت دينا مؤخراً شائعة خضوعها لعملية تجميل، وذلك عندما ظهرت في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث كانت ملامحها متغيرة بشكل ملحوظ، وتحديداً منطقة الأنف التي بدت بشكل أصغر من حجمها الطبيعي. ردت دينا على هذه الأنباء خلال لقاء تلفزيوني، وأكدت أنها إذا أجرت عملية تجميل ستحتاج لغياب مدة لا تقل عن 9 أشهر حتى تعود لعملها، لكنها متواجدة بشكل دائم في لوكيشن التصوير وتحضر عدداً كبيراً من الفعاليات الفنية. كشفت دينا سر تغيير ملامحها خلال الفترة الماضية، وقالت أن السبب في ذلك يرجع لمنعها التدخين منذ عدة أشهر، واتباعها نظاماً غذائياً صحياً متوازناً ساعدها على فقدان الوزن، وأثر ذلك على وجهها فأصبح يبدو أرفع بشكل ملحوظ، فاعتقد البعض أنها استعانت بجراحة تجميلية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.